فضيلة الشيخ أرجو أن تحدثني عن ليلة القدر. ما معنى القدر؟ القدر هو الشرف والرفعة، ويختلف الشرف والرفعة بمقدار من يشرف ومن يرفع. فأنا إذا رفعت شيئا يبقى على قدري، أكبر منا رفع شيء يبقى على قدره. فإذا كان الله هو الذي رفع ليلة القدر يبقى رفعة ليس بعدها رفعة. طب ليه؟ أم قال لك لأن الله خلق الخلق وخلق لهم دنيا لها ميعاد محدود تسلم إلى آخرة لا حدود لها، وفيها جزاء على الطائع بكذا وللعاصي بكذا. فإذا أنت أخذت كل مقومات حياتك من نعيم وترف يبقى بلغت من القدر قدرا مقطوعا بالقيامة. ويريد الله قدرا غير مقطوع، لا مقطوع ولا ممنوع، لا فيه موت ولا النعيم يفنى. أدي يبقى القدر العالي بقى أنزل فيه القرآن الذي يضمن لك ذلك. يبقى نزول القرآن زي ما قلنا اللي بيصنع الصنعة قبل ما بيصنع بيعمل ايه؟ بيحدد غايته، يعني بيقبل على صنعتها بعد ان يحدد غايته. الانسان اللي هو اشرف شيء في الوجود اللي من اجله خلقت الحكاية دي كلها، مكرم ولا مش مكرم؟ مكرم. مكرم عال قوي. احدد له غاية ولا ما احدد له شيء؟ لازم احدد له غاية تناسب عظمته دي. طب الغاية دي هي ايه؟ في المنهج. يبقى قبل ما يخلقك يا إنسان خلق لك المنهج. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يبقى قبل ما الرحمن علم القرآن وبعدين الخلق، يبقى أكن قبل ما يخلق الإنسان عامل له الإيه؟ المنهج والغاية اللي يمشي عليها. المنهج ده عشان يسلمه إلى حياة لا موت فيها ولا زوال للإيه؟ ولا زوال للنعيم. يبقى ما فيش حاجة أعلى من كده بقى. سميت ليلة القدر، ليلة الشرف، ليلة الرفعة، ليلة المكانة التي لا تنزل، ليلة كذا، ليلة حط كده يا رب. نعم. هل هي ليلة محددة؟ نعم. هل هي محددة؟ شوف يا سيدي، أما كونها في رمضان فأمر لا شك فيه. نعم. في أي ليالي أو أيام رمضان فينا إمتى؟ هو ده اللي فيه الكلام. تأتي السنة لتقول التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. يبقى نقلتها من الشهر إلى عشرة. وآيات وأحاديث أخرى التمسوها في وتر العشر الأخير من رمضان. وفيه تانية التمسوها في شفع الأخير من رمضان. يبقى الأول في رمضان وبعدين اتحددت في العشر الأخير، وبعدين اتحددت العشر الأخير مرة في الوتر ومرة في الإيه؟ مرة في الشفع. طب ما قال هلاش نبع ليه كده؟ قال لك لأنها لو قال لك ربعا وحددها ستحتفل بها مرة واحدة، ولكن قال تلتمسها في العشر هتلتمسها في عشرة أيام. نعم. تلتمسها في وتر ولا في شفع يبقى النص. يجي بعض العلماء يقول لك طب اذا كانت هي في شفع العشر الاخير ومره يقول في وتر العشر الاخير، وفق لنا بالاثنين دول، ده الشفع زوجي والوتر فرضك، تبقى ازاي تيجي هنا وهنا؟ نقول له خد بالك من العباره، التمسوها في العشر الاخير من رمضان. العشر الأخير من رمضان دي يبقى يبدأ يوم ايه؟ 21. ده إذا كان الشهر ايه كام؟ 30. وإذا كان 29؟ نلتمسها من 20. آه، يبقى الوتر انقلب عشر، شفع والشفع انقلب وتر. تمام. نعم.